خبر عاجل، حزب الإصلاح يبدأ بتسليم محافظة تعز لطارق عفاش وافتتاح مقر المكتب السياسي بالمدينة. إليكم التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأ حزب الإصلاح بتسليم محافظة تعز لطارق عفاش الذي افتتح فرع المكتب السياسي في المدينة. وقالت مصادر إن طارق صالح افتتح فرع المكتب السياسي لما يسمى المقاومة الوطنية بمحافظة تعز. وأضافت المصادر أن عملية الافتتاح جاءت بعد أيام من لقاء طارق صالح بقيادات حزب الإصلاح العسكرية والسياسية في مدينة التربة. وأثار التقارب بين حزب الإصلاح وطارق عفاش غضب أبناء محافظة تعز، مؤكدين بأن تعز لن تكون ساحة خصبة لإعادة إنتاج أسرة عفاش.